السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديال اليوم غادي يكون لي برونون بيرسونيل. دونك غادي نشوفوا اش كيعنيو باللغة العربية وشحال من برونون بيرسونيل عندنا، شنو هما السميات الاخرين اللي عندهم وعلاش كنستعملوا هاد لي برونون بيرسونيل. دونك اول حاجة لي برونون بيرسونيل ان فرونسي هما الضمائر المنفصلة ان عرب. دونك كاين كور في اللغة العربية، درس في اللغة العربية ديال الضمائر المتصلة والمنفصلة. دونك الضمائر المنفصلة هما لي برونون بيرسونيل. دونك الضمائر المنفصلة، نشوفوا شنو هما هاد لي برونون بيرسونيل وشحال من واحد عندنا. اول برونون بيرسونيل هو جو، مورا تو، مورا ايل، مورا ال، نو، فو، ايل افيك اس، ال افيك اس. عدو معايا جو، الى بغيت نعرفها بالعربيه هي انا. جو انا، لاحظوا معايا tu هو انت او لا انت. انت او لا انت. il الغائب هو. elle غائبه هي. لاحظوا معايا نو هي نحن. مثلا فو وانتم. او لا انتن. il هم يعني الجمع الغائب. ال الجمع غائب مؤنث هن. صافي، اول حاجه عرفنا هاد لي برونون بيرسونيل اش كيعنيو بالعربيه. ثاني حاجه غنشوفو كل واحد لايش كيستعمل. دونك جو ايت ان برونون بيرسونيل او لا بروميير personne singulier. Donc je, première personne singulier. Ok, qu'est-ce qu'il peut être? Il y a masculin ou la féminin. نفهموا هاد الجملة. قلنا جو هو انا، بروميير بيرسون سينغولي. شنو هو سينغولي؟ هو مفرد يعني واحد، يعني خاصني نكون انا بوحديتي اللي كنهضر باش نقول جو. وهاد جو سواء كان ماسكولا او لا فيمينا. اش كيعني ماسكولا؟ هو مذكر، نقدر نكون ولد غنقول جو، وإلا كنت بنت عاود حتى هي غادي نقول جو. دونك ماسكولا هو مذكر، فيمينا هو مؤنث. تفهمنا؟ إذا جو كنستعملها فوقاش ملي كنكون كنهضر بوحديتي أنا، سواء بنت سواء دري كندير جو، خاصني نكون بوحديتي. بوحديتي هي مفرد سانجولي، ولد ماسكولا مذكر أو لا بنت فيمينا مؤنث. ندوزو لتو. دونك تو كيتعتبر هو دوزيام بيرسون سانغولي. كيقدر يكون ماسكولا او لا فيمينا. نشرحو على الجملة. قلنا تو فوقاش كنقول انت، انت او لا انت، يعني خاص يكون
بيرسون سانغولي خاصو يكون مفرد يعني واحد يعني الا كنتي كتخاطب شي حد غادي تخاطبو يكون بوحديته سانغولي ماسكولا مذكر اولا مؤنث يعني سواء تتخاطب بنت اولا دري ويكون بوحديته غادي نخاطبو تو troisième personne voit il donc il troisième personne singulier voilà qui nous dit le bel ماشي هاد il ما كنستعملهاش في الماسكولان والفيمينا كنستعملها جوست في الماسكولان إذن إلا كنتي غتهضر على شي واحد غايب مفرد سانغولي مفرد وخصو يكون ولد ذكر أو رجل يعني ماسكولان مذكر دونك غادي نستعمل إل لاحظوا معايا في إل دونك إل حتى هي ثوازيام بيرسون singulier féminin donc il a كان عندي انا شخص singulier مفرد واحد غائب طبعا féminin مؤنث donc غنهضر على شي وحده غائبه ما كايناش يعني ما حدايش وماشي انا شي وحده غائبه وخاصها تكون singulier مفردة غنهضر غير على وحدة وغنخصها تكون فيمينا يعني مؤنثة دونك كنستعمل ال ندوزو نو نو بروميير بيرسون بلوريال ماسكولان او لا فيمينا نشوفوا هذه الجمله دونك فوقاش كنستعملوا نو بروميير بيرسون بلوريال لو بلوريال هو الجمع كيكون عندي شي ناس جمع دونك ماسكولان او لا فيمينا يقدر يكون مذكر او لا مؤنث قلنا هاد نو هي نحن اذا ضروري خاصني نكون فيهم انا وشي حد اخر او لا انا وجوج اخرين او لا انا وثلاثه اخرين او لا انا وجروب او لا انا وعائله انا وصحابي انا ومهم شي وحدين انا وشي حد اخر كنسموا بلوريال جمع دونك جمع وسواء كنكونوا بنات سواء كنكونوا دراري سواء كنكونوا مخلطين دونك كنستعملوا نو غادي ندوزو الفو Vos deuxième personne pluriel, soit masculin ou la féminin. La journée. Donc, vous, pourquoi je pense à vous, la journée, tu et vous. يعني غير ملي يدي غتفهمو الا قلت لك تو يعني غتكون واحد تو الا قلت لك فو يعني نتوما بزاف دونك فو دوزيام بيرسون غتكونوا بزاف بلوريال هو الجمع سواء ماسكولين سواء فيمينا يا غتكونوا دراري يا غتكونوا بنات يا غتكونوا مخلطين دونك فو ماسكولين قلنا مذكر فيمينا اولا مؤنث لاحظوا معايا هاد il لاحظوا معايا il و il avec s donc il هو واحد و il avec s هم يعني بزاف بهم غائبين دونك كنستعملوها دونك كتسمى troisième personne pluriel لاحظوا معايا كيكون غير masculin خاصو يكون غير دراري دونك بلوريال هو الجمع ماسكولان خصو يكون مذكر دونك عندي واحد الجروب غادي نهضر عليه
وهما غائبين ما كاينينش ودراري دونك غادي نستعمل il avec s ندوزو ل l avec s donc l avec s troisième personne pluriel féminin donc قلنا الا كان عندي l avec s اذا كان عندي ناس دي بيرسون ان بلوريال دونك مجموعين بزاف ديالهم جمع ولكن خاصهم يكونوا بنات فيمينين وغائبين غادي نستعمل ال افيك اس اللي هي هن تفهمنا اذا هادو لي برونون بيرسونيل اللي عندنا جو تو ايل ال نو فو il avec s et elle avec s الا لاحظتوا الا جينا نقسموهم كاينين je tu il ou elle singulier يعني مفرد وكاينا nous vous il avec s et elle avec s pluriel donc elle dit les pronoms personnels singuliers et les pronoms personnels pluriels. Voilà, le mufrad ou le jamaa. Li kan koun wahed kanstamel donc ana bouhditi je, nta bouhditi tu, huwa bouhditu il, ou hiya bouhditha elle. الا كنا مجموعين انا وشي وحدين اخرين يعني واخا يزاد عليه غير واحد غادي نوليو بلوريال غادي نتسماو نو نو مجموعين دونك فو يعني انت يعني شي واحد كتخاطبو ومعاه شي حد اخر دونك فو الجمع بلوريال الا كانوا غائبين وكاينين بزاف ودراري غادي نسمى ايل افيك اس الا كانوا غائبات وبزاف بيهم وبنات كنقول لهم ال افيك اس فهمنا كنتمنى يكون واضح هاد لي برونون بيرسونيل ندوزو لي زيكزامبل ثاني حاجه غادي نطرقوا ليها هي هاد لي برونون بيرسونيل علاش كنستعملهم هاد الضمائر المنفصله غنقول لكم ان لي برونون بيرسونيل اون يوتيليز لي برونون بيرسونيل بور ايفيتي لا ريبيتيسيون دونك اون يوتيليز لي برونون personnel pour éviter la répétition. Donc le mot du jour là. Donc on utilise le verbe utiliser. Yani nestamilo. On le nestardimo. Nestamilo. Les pronoms personnels que nous avons d'amaer al-munfasila pour min ajli ou ajli éviter. Le verbe éviter c'est huwa natajannab ou latajannub. Tajannub. Donc on utilise les pronoms personnels pour éviter la répétition. La répétition huwa tikrar. Tikrar. D'accord? هذا هو الهدف من لي برونون بيرسونيل علاش كنستعملو لي برونون بيرسونيل باش ما نبقاوش الاسم نبقاو نعاودوه في كل في شاك فراز غنشوفو دي زيكزامبل دابا باش نفهمو اكثر لاحظوا معايا دونك الجمله العاديه اللي خاصها تكون هي جي في Karim
Karim, jouait dans la cour. لاحظوا معايا هاد لا فراز. J'ai vu Karim. Karim joue dans la cour. إذن أنا شفت كريم. كريم كيلعب في لا كور. لاحظوا معايا. شنو كتلاحظوا واحد الحاجة اللي كاينة في هاد لا فراز هي لا ريبيتيسيون. عندي كلمة كتعاود جوج المرات. وأسوأ حاجة في الفرنسي أو حتى في العربية هي أنك تكرر الكلمة تقريبا في جوج ديال الجمل اللي متتابعين او لا متتاليين. اذا هذه هي لا فونكسيون ديال لي برونو بيرسون. هذه هي الوظيفه ديال الضمائر المنفصله. الضمائر المنفصله كتجنبك التكرار. دونك عندي هنا كريم كريم ما غاديش نعاودوها. دونك دائما الثاني هو اللي كنحذفوه. دونك هذا كنحذفوه وكنجيب يلا غادي نختاروا ليه البرونو بيرسونيل المناسب ليه. في رايكم كريم شنو غيكون؟ واش جو انا؟ لا حيت انا ماشي كريم. او لا تو كريم ماشي حدايا كنخاطبو ولكن إيل غائب. دونك كريم هو إيل. دونك الجمله الصحيحه هي جي فيو كريم فيرغول il jouait au dans la cour. لاحظوا معايا بدلت الكلمه اللي كتعاود ب ان برونون بيرسونيل وما تبدلتش المعنى باقيين عارفينه. دونك جي فيو كريم il jouait dans la cour ما تبدلتش المعنى. داكور نمشيو لمثال اخر. ان اوتر اكزامبل Le train vient de partir. Le train arrivera tard dans la nuit. Dans la nuit. لاحظوا معايا هاد لا فراس. Le train vient de partir. Le train arrivera tard dans la nuit. لاحظوا معايا شنو كتلاحظوا؟ كاينه لا ريبيتيسيون تكرار. شنو الكلمه اللي كتعاود؟ لو train. لو train. لو train. دائما باش نتجنبوا التكرار الكلمه الثانيه كنبدلوها ب ان برونون بيرسونيل. دونك لو train شنو البرونون بيرسونيل المناسب ليه؟ هو إيل حيت غائب و مفرد إيل. داكور دونك الجملة غادي تولي لو train vient de partir. Verbule il arrivera tard dans la nuit. D'accord, c'est maintenant deux autres ou un autre ديال les exemples. Les trains sont partis à l'heure. لاحظوا معايا. Les trains sont partis à l'heure. هاد la phrase هادي غادي نبدلو السوجي بان برونون بيرسونيل. Donc les trains هذا هو السوجي. هذا هو الفاعل ياك بالعربية. دونك لي طران خصنا نبدلوها بالبرونون بيرسونيل. اول حاجه غنديرها هي غادي نشوف لو سوجي واش هو سانغولي او لا بلوريال. يعني واش مفرد واحد او لا بلوريال جمع. باش كنعرف دائما
الكلمة إلا كان عندها إس في الأخر دونك بلوريال جمع فوالا دونك شنو هما لي برونوم بيرسونيل بلوريال عندنا نو وفو إلا فيك إس إلا فيك إس عندي نكتب الاختيارات أو الخيارات اللي عندي نو فو إلا فيك إس إل أفيك إس ثاني حاجة نشوف واش كل وحدة نشوف اي وحدة من هنا مناسب ليها دونك عندي نو نو هي نحن وفي لافراز لي تران دونك حنا ما نكونوش دي تران دونك لا فو يعني كنخاطب شي وحدين لي حدايا نو لي تران ماشي حدايا دونك ماشي فو غيبقى لي يا اما il avec s او لا elle avec s شنو الفرق ما بين il avec s و elle avec s هي il pour les masculin et elle pour les féminins donc خاصنا نعرفوا هاد لي ترين واش هما مذكرين او لا مؤنثين le train هو القطار دونك هو مذكر دونك غادي نختار لي il avec s غادي نجي وغادي نكتب ils sont partis à l'heure. نشوف المثال آخر بحال هذا باش نزيدو نفهمو أكثر. dans une heure le soleil se leva. Donc لاحظوا معايا اول حاجه غادي نديرها هي نحدد لو سوجي شنو هو لو سوجي dans une heure من هنا الساعه le soleil se leva donc الشمس غادي تطلع donc le sujet هو le soleil خاصني نبدلها البرونوم بيرسونيل دونك غادي نختار برونوم بيرسونيل المناسب ليها قلنا اول حاجه غادي نديروها غادي نشوفوا هاد الكلمه هادي او لا سوجي واش هو ماسكولين لا نو باردون واش هو سانغولي او لا بلوريال دونك لو سولي وحده شويشه وحده اللي عندنا دونك هي سانغولي دونك لي برونوم بيرسونيل سانغولي شنو هما عندي جو وعندي tu عندي il ou عندي elle فهمنا دونك je انا ماشي شميشه tu انت ماشي شمس طبعا دونك كيبقى لنا il ou elle شنو الفرق ما بين il ou elle دونك il المذكر وليت غائب او لا elle بنيته غائبه دونك le soleil عندنا masculin oui masculin دونك غادي نستعمل il donc نجي نكتبها في الجملة dans une heure il se leva تفهمنا دوزو مثال آخر la chatte mange des croquettes لاحظوا معايا هاد لا فراز هادي السوجي ديالها خاصنا نبدلو ان برونوم بيرسونيل دونك فين هو لو سوجي la chatte mange des croquettes دونك la chatte هي القطيطه دونك هذا هو السوجي ثاني حاجه غنشوف واش هو سانغولي او لا بلوريال دونك ما عندهاش اس دونك سانغولي دونك شنو هما لي برونوم بيرسونيل سانغولي هما جو تو ايل و ال دونك ماشي جو حيت انا عاود بحال كيف ما ماشي شميشه ماشي قطيطه دونك لا تو لا دونك غيبقى لي يا اما il يا اما elle اخر حاجه غادي نشوفوها هي
واش هو ماسكولا او لا فيمينا واش هو بنت ولا ولد دونك ندير لا شرط لا بوغ لا فيمينا دونك غادي نختار ال هكا كنخدم التمرين باش ما نغلطش دونك بغينا نبدلوها بان برونو بيرسونيل ال mange des croquettes. نزيدو نشوفو أمثلة الآخرين باش نفهمو أكثر. Mon frère et moi allons à l'école. لاحظوا معايا هذه الجملة. Mon frère et moi allons à l'école. Donc, شنو هو السوجي؟ Quel est le sujet ou mon frère? Non, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, mon frère et moi. هذا كامل سوجي. ردوا البال كي قدروا شي تمرين يتحط لكم moi وما تردوش ليها البال. دونك moi هو انا. دونك الاخ ديالي و انا. دونك شنو هو البرونو بيرسون اللي غادي يكون في نظركم؟ واش جو؟ لا، حيت انا ماشي بوحديتي، انا معايا خويا. واش tu؟ لا. واش هو او لا هي ولكن انا معاهم. واش نو؟ دونك نو غنكون دائما انا وشي حد اخر هي نو. اذا مون فرير اي مو دائما في الفرنسي حتى كنسبق الاخر عاد كنذكر راسي. دونك مون فرير اي موا ما سور اي موا ما مير اي موا مون بير اي موا مون فيس اي موا. دائما كنسبق الاخر عاد نذكر راسي انا. دونك هنا في لا فراز مون فرير اي موا دونك شنو غنقولوا؟ نو نحن انا واخي نحن. دونك نو زالون à l'école. تفهمنا؟ دوزو مثال اخر بحال هذا. شوفوا معايا هنا توا اي تا كوبين. لاحظوا معايا هذا يعني شمن ضمير منفصل غندير ليه شمن برونوم بيرسونيل. دونك توا اي تا كوبين توا هو انت اي تا كوبين هي الصديقه ديالك. دونك الا جيت غادي نخاطب واحد انفاس معايا يعني انت والصديقه ديالك شنو غادي يكونوا في نظركم؟ يعني هما شوف واحد يا جو تو ال ان ولكن واحد يزاد عليه واحد اخر تيولي بلوريال جوج بلوريال. دونك انت والصديقه ديالك انت انفاس معايا ماشي غائب. دونك ماشي ال افيك اس وماشي ال افيك اس وما غاديش تكون نو. علاش؟ حيت انا ما داخلش معاكم. يعني انت والصديقة ديالك شنو غادي يكونوا؟ فو. تري بيان. دونك فو تفهمنا. شوفوا مثال اخر ردوا معايا البال. لو بواسون اي لو شا. ردوا معايا البال. لو بواسون اي لو شا. دونك السمك والقط. دونك اول حاجه غادي نبغي نعرف واش هي بعدا ماسكولا ولا فيمينا. دونك هذا عنده لو اوتوماتيكمون كنعرفوا بلي ماسكولا. دابا ندير لكم الدرس ديال ماسكولا فيمينا سانغولي بلوريال باش تعرفوا اكثر. المهم دونك لو بواسون اي لو شا دونك هادو بجوجهم ماسكولا بلوريال. دونك هادو بلوريال. دونك شنو غادي يكونوا؟
ما غاديش نكونوا نو حيت انا ما دخلتش معاهم، ما غاديش يكونوا بوحد، هما ماشي اونفاس معايا كنخاطبهم، دونك هما غائبين وهما مذكر دونك ماسكولين. دونك شنو غادي يكونوا، شنو غادي نديروا ليهم؟ il avec s. فهمنا هكا كنخدموا باش نحولوا السوجي للبرونون بيرسونيل. دوز مثال اخر، لا شات et la poule. لاحظوا معايا هما كاينين جوج، اذا غادي يكونوا بلوريال. غادي نشوفوا دابا واش فيمينا او لا ماسكولين. دونك عندي هنا لا لا، دونك غادي يكونوا فيمينا، ما غاديش نكونوا نو حيت انا ما دخلتش معاهم، ما غاديش تكونوا فو حيت هما ماشي اون فاس معايا، بحق هما غائبين. دونك غادي نختار ال افيك اس. تفهمنا؟ غادي ندوزو المثال اللي غادي يكون اخر مثال في هاد الدرس هذا. توا اي تا مامو، لاحظوا معايا توا اي تا مامون. دونك توا و انت، تا مامو هي امك. دونك شنو غادي يكون دائما؟ اون فوا كنشوف جوج في لو سوجي غادي نعتبرو بلوريال. دونك يبقى لنا غنختارو ما بين نو فو او لا الى افيك اس او بيان ال افيك اس. دونك نو لا، حيت انا ما دخلش معاكم. اون فوا كندخل انا كتسمى نو، ولكن انت وماماك دونك انا ما داخلاش، دونك ماشي نو. دونك انت وماماك كنخاطبكم اون فاس معايا، دونك غادي تكون هي فو. دونك كنتمنى كالعاده نكون قصدت لكم الدرس وفهمتوا شويه. نشوفوا فيديوهات جايه ان شاء الله. دمتم على خير.